السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء وشركاء الحكايات والاستشارات، أهلا وسهلا بكم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أصدقائنا ومتابعينا، رجعنا لكم تاني في حكاية من حكاياتنا. الحكاية بتاعت النهاردة عايزين نتكلم، جاتنا أسئلة كتيرة فيما يتعلق بإيصال الأمانة، وإزاي أوقع على إيصال أمانة صحيح مستوفي الشروط والأركان، وإزاي لو ليا فلوس عند حد أضمنها بإيصال أمانة صحيح، ولما أروح أشتكيه أخد حق منه. هو في البداية أنا ما بنصحش بإيصال الأمانة، لكن كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا كان لابد يعني ممكن تاخد شيك، مفيش حل، خد ايصال امانه. وايصال امانه لازم، قبل ما اتكلم بقى في موضوع ايصال الامانه عشان قبل ما انسى، يا ريت فضلا وليس امرا اشترك في القناه وتدعمنا معنويا، عشان كل ما فيه اشتراكات وتعليقات وتفاعلات على القناه، القناه بتظهر في محركات البحث، واحنا قناه نهدف الا ان احنا نوصل لك معلومه سلسه بطريقه بسيطه جدا تفهمها مننا على قدر علمنا الضئيل. يعني ادخل في الحكاية على طول، انا ازاي اخد ايصال امانة صحيح مستوفي الشروط والاركان. اول شيء لازم يكون يا خدت فلوس يا ليا فلوس، يعني يا خدت فلوس من حد يا ليا فلوس عند حد، بناء عليه اعمل وصل امان. غير كده ما انصحكش، لا تقول لي ضمان ولا ما ضمنش ولا الكلام ده كله، ولا توقع ايصال امانة على بياض. ده رقم واحد. رقم اتنين، عايزين نتكلم على ايصال امانة بشكل صحيح وقانوني ومعترف بيه وشرعي، ومحدش يقدر بعد كده يطعن فيه بطرق الطعن المختلفة ومنها التزوير. ايصال الامانة كله دلوقت بقى متعارف مطبوع، كل الشروط والبيانات الموجود دي بيانات جوهرية، اللي هي في المكاتب عامة، ورقة فيها عنوان ايصال امانة، إيصال أمانة فيها كلمة استلمت، استلمت أنا فلان اللي هو استلم الفلوس أو المدين، استلمت بيكتب الكلام ده للطرفين، استلمت أنا فلان الفلاني المقيم في عنوان كذا كذا، عنوان تفصيلي لسبب، لأن لما تيجي حضرتك صاحب الإيصال أو الدائن يجي يرفع الإيصال وياخد حكم، لو كان العنوان مش مظبوط مش هيعرف ينفذ عليه، فيكتب اسمه رباعي، الاسم اللي موجود في بطاقة الرقم القومي، ويكتب الرقم القومي، وما يكتبش اسم شهر، يكتب الاسم اللي في البطاقة. ولما تيجي توقع حد على إيصال أمانة، خد منه صورة بطاقة الرقم القومي، خليها مع مين؟ مع الإيصال، عشان تملى البيانات منها. كتبنا الاسم، استلمت أنا فلان من مين؟ من فلان، فلان ده اللي هو المدين اللي بيشتكي، الدائن اللي بيشتكي بعد كده بإيصال الأمانة. استلمت مبلغ وقدره، مبلغ وقدره، تفقط المبلغ، يعني استلمت 1000 جنيه، تكتب 1000 بالحساب وتفقط 1000 جنيه مصري لا غير، فقط لأن القانون ما بيعترفش غير بالتفقيط. لو حصل اختلاف صفر طار واحد زايد ناقص، يبقى المعول هنا واللي بيعول عليه التفقيط، التفقيط فقط. تمام، حضرتك بتوقع بخط واضح باسمك، القانون لم يشترط البصمة، يعني إذا كانت البصمة يعني دي استحدثت أو عشان ضمان إنه ميبقاش فيه تلاعب بعد كده، بس القانون هو أهم شيء، إن هو موقع والبيانات. حضرتك مالي البيانات، كل إملى كل البيانات طالما الإيصال سليم، وطالما أنت خدت المبلغ من الشخص اللي هو صاحب الإيصال، إملى البيانات، ما تسيبش فراغات عشان بعد كده ما يجيش يزود عليك مبالغ. دي حاجة. الحاجة التانية، ما تملاش إيصال أمانة على بيض، ما تملاش أو ما توقعش على إيصال أمانة على بيض. طبعا هو طرق كتيرة لإثبات إن التوقيع على بياض، لكن يعني للأسف في بعض الحالات التوقيع على بياض بيعمل مشاكل كتيرة جدا، وبيتاخد بيه لأن في آراء في الفقه قالت لك إن ده تفويض من المدين من او من الموقع
لصاحب الإيصال إن هو يملى المبلغ اللي هو عايزه، فنتجنب التوقيع على بياض. الحاجة اللي عايز أتكلم فيها تاني، مفيش حاجة اسمها تاريخ على إيصال الأمانة. تاريخ على إيصال الأمانة بيحوله من جنحة بينفي عنه صفة التجريم، يعني مفيش حاجة اسمها ما استولاش. صفة كلمة استولى واختلس أموال منقولة، لا دي مش استيلة ولا اختلاس، بتتحول لكمبيالة، بتبقى سند دين عادي بيمر بمراحل معينة من مراحل التقادم. يعني أنت من حقك تطالبه مطالبة مدنية وليست جنائية. إذن الوضع تاريخ على إيصال الأمانة بيبطله تماما، او مش بيبطله، بينفي عنه صفة التجريم، يعني ما بيبقاش جريمة. يعني هو ما استولاش وما حولش من حيازة ناقصة لحيازة جاملة، لا معلش سامحوني، احنا بنحاول في شرحنا للموضوع المواضيع كلها ما بنتكلمش في نصوص، وممكن اسمع لك القانون من هنا للصبح، لكن انا بديك الخلاصة، بديك اللي انت عايزه، انما انا ما ممكن اجيب لك الكتاب واقعد اقرا ونسمع على بعض. القانون موجود في كل حته، مش محتاج، يعني انا مش بجيب حاجه من عندي، ولا انا بنشئ قانون ولا غيره، لا انا شغلانتي في الفيديو او في القناه عامه ان انا اوضح لك المعلومه بشكل بسيط بحيث ان انت تفهم وتستوعب الغرض من الفيديو وتقدر تطبق بعد كده. ممكن لو عندك اجراء، ممكن في بعض الحالات وفي اغلب الحالات ممكن تروح ما يكونش معاك محامي، فانت تبقى عارف ان انت لازم الوصل الامانه او ايصال الامانه لازم يكون فيه 3 اطراف، ما ينفعش يكون طرفين بس، لانه خيانه الامانه او التبديد مبنيه، خدت فلوس من فلان عشان اوصلها لفلان، وصلتها ولا ما وصلتهاش، هو ده اصل ولب التبديد اللي قايم عليه الماده 341 من قانون العقوبات، وعقوبته للاسف بتوصل ل3 سنوات سجن. والحمد لله الايام دي المحاكم، يعني انا ملاحظ بدات الناس القضاه ما شاء الله يفحصوا ويفحصوا كويس، بدات بتتحول ايصالات الامانه للتحقيق وسماع شهود، ولو في طعن بالتزوير بيظهر، يعني ما عادش زي زمان على طول بياخد حكم، لا في ايصالات الامانه. فانصح ايصالات الامانه تكون واقعيه، ما تكونش فيش حاجه تقول لي خدت ايصال امانه على سبيل ضمان، مفيش حاجه اسمها ضمان في ايصال امانه، مفيش حاجه اسمها ضمان، هيجي يقول لك انتفاء ركن التسليم وهياخد براءه في نهايه الحدوته. لو عجبتك الحكايه بتاعتنا النهارده، يا ريت تدعمنا بالاشتراك، دوس زر الجرس، تعمل لايك. وفي اي سؤال يتعلق بايصال الامانه، اي فرع من فروع القانون احنا حاضرين، لو في اي استشارة، اي سؤال، في موضوع حابين نتكلم فيه، في حابين نطرحه، احنا حاضرين وتحت امركم. وفي نهاية الفيديو، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.